سؤالي ليه أستاذ حسين، يعني كيف يمكن لوزارة المالية أن تساعد المستثمرين وتساعد أيضا على تنشيط البورصة المصرية؟ طبعا دوره رئيس الوزراء مع الوزير الماليه استاذ الحضور الكريم. الحقيقه طبعا وزاره الماليه السياسات الماليه بشكل عام ليها دور كبير جدا على مساعده المستثمرين وتهيئه بيئه استثمار، زي ما قال رئيس اتحاد رجال الاعمال الكويتي اللي كان موجود من اسبوعين ثلاثه، بيئه استثمار مشجعه شفافه عادله. وزاره الماليه السياسات الماليه ليها دور كبير في هذا المجال وايضا في تنشيط البورصه. طبعا في مجال الاستثمار ظهرت قوانين عديدة في الفترة اللي فاتت، والقوانين دي كلها معظمها بيهدف إلى تشجيع الاستثمار، ولكن محتاجين تبسيط إجراءات أكتر، محتاجين إن احنا نحسن أكتر المؤشرات الاقتصادية الكلية لأن دي بتشجع المستثمرين إن هم يخشوا، محتاجين إن احنا نرشد، مش نقول ترشيد، ولكن رفع كفاءة النفقات من ناحية وزيادة الموارد من ناحية تانية. رفع كفاءة النفقات في تجربة مهمة جدا جدا تمت في مصر من 2017، وهي تجربة بناء موازنة برامج والأداء بيرفورمانس بيس بادجت، اللي الحقيقة أشرفنا في مجلس النواب باقتراح كمبادرة وبدأنا نشتغل عليها، وفعلا قدرنا وزارة المالية وزارة التخطيط بالتعاون مع لجنة خطة الموازنة في البرلمان ندرب أكثر من 9000 مدير للموازنة على كيفية تحويل الموازنة التقليدية إلى موازنة برامج، والنهارده بيقدروا يحطوا الموازنه في صوره برامج لها انشطه ولها اهداف. المشكله في تقييم الاداء ان انا عايز اشوف التكلفه الفعليه واقارنها بالمخططه واشوف هل انا فعلا حققت الاهداف بتكلفه اقل ولا لا. دي تستلزم تطوير نظم المحاسبه الحكوميه، نظم التكاليف على وجه التحديد، عشان اقدر اطبق الجزء الثاني وهو تقييم الاداء. في وفد دوله الرئيس سافر امريكا في 2019 لجنة الخطة والموازنة مع وزارة المالية مع وزارة التخطيط، ورحنا قابلنا بعثة صندوق النقد وبعثة البنك الدولي وشرحنا لهم اللي عملناه في برامج والأداء، وكانوا سعداء جدا. وزورنا ولاية ميرلاند وبنسلفانيا، أشهر ولايتين طبقوا هذا الأسلوب واعترفوا إن احنا حققنا نتائج رائعة في وقت قصير جدا. اللي اتعمل في 3 سنين في مصر اتعمل في فرنسا في 40 سنة، اتعمل في ألمانيا في 30 سنة، فده شيء أسعدنا جدا. نتج عنه دولة رئيس الوزراء أصدر قرار بإنشاء وحدة لتطبيق برامج والأداء في وزارة المالية، ووحدة أخرى في وزارة التخطيط، ووحدة ثالثة للإشراف العام في مجلس الوزراء، وصدر قانون المالية العامة اللي ينص على إن خلال 4 سنين لابد الدولة تلتزم بإعداد موازنة برامج والأداء. هذا الأمر لو تم هيفرق فرق كبير جدا في رفع مستوى كفاءة النفقات في على مستوى البصر. من حيث الموارد والإيرادات أنا هاخد لقطة من دكتور محمود محي الدين، موضوع المحليات في أمريكا وهو يعلم ذلك، المنسيبيال بوند أو السندات المحلية هي النهاردة بتمول محطات الكهرباء والصرف الصحي والأخ، لازم تخوض هذا المجال. محطة كهرباء في محافظة دمياط سندات 5 سنين يمولها أهل دمياط وهكذا. يعني الحقيقة الموضوع ده لازم نقتحمه وبشدة، موضوع السندات المحلية. ايضا لازم نفتح ملف تسعير الخدمات. بنقدم الحكومه بتقدم خدمات رهيبه في مجال النقل والصحه والتعليم. لا ازعم اطلاقا ان في عندنا نظم محاسبه تكاليف واضحه لقياس متوسط تكلفه الخدمه، بحيث لما اجي اسعرها ابقى عارف ارشد الدعم ده هيشتري بالتكلفه كلها، ده هيشتري بنص التكلفه، ده هياخدها بالتكلفه زائد هامش ربح، هيظبط لي الدعم من ناحيه وهيحقق لي تطبيق كامل لموازنة برامج والأداء من ناحية تانية، وهيعظم إيرادات الدولة. يعني هتبدأ تضع تسعير الخدمات بشكل منطقي يرفع جدا من إيرادات غير الضريبية اللي احنا بنشتكي نسبتها لا تزيد عن 25% من إجمالي الإيرادات. الإيرادات الضريبية حتى لو أسعار الضرائب زي ما هي، محتاجين بس توسيع نطاق المجتمع الضريبي والمعاملة الضريبية المختلفة على الموجودة دلوقتي الخاصة بتعاملات البورصة، لأن البورصة الحقيقة محتاجة تنشيط، وقد تكون السياسة الضريبية أحد العوامل في مجال تنشيط البورصة. الحقيقة أنا عندي اقتراحات كتير بس الوقت محدود. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا دكتور حسين.